Start recording, okay? Yeah, exercise 7, number 1. Calculate the following limits. Okay? Limit as x tends to 0 plus x into 1 minus 10x. طيب شو بتصير هي؟ بتصير أول شيء إذا حطيت 0 plus شو بتصير هون؟ 0 times 1 minus ln 0 ln على 0 plus شو بتصير على minus infinity صح؟ So it is equal 0 times 1 plus infinity يعني 0 times infinity شو بتكون هي؟ 0 times infinity على حريري 0 راما 0 times infinity indeterminate indeterminate Okay, so 0 times infinity, it is indeterminate. ماشي؟ طيب بما انه 0 times infinity indeterminate يعني انا بدي اشوف طريقة تانية هون. Okay؟ طيب في شو فينا نعمل؟ فينا نقول limit as x tends to 0 plus لا x minus x ln x. Okay؟ x minus x ln x. يعني فينا نضرب ال x باللي جوا. Okay؟ يعني بتصير equal limit as x tends to 0 plus of x minus limit as x tends to 0 plus okay لمين لx لن x طيب هلا limit as x tends to 0 لx هي 0 okay يعني هاي 0 واللimit لx لن x as x tends to 0 شو بتصير 0 times what 0 times minus infinity كمان indeterminate طيب شو بدي اعمل هير شو بدي اعمل هير بدي اقول x power x لا ما بصير x power x ما فيك تجيب له limit يعني infinity power infinity ما بتزبط او 0 power 0 كمان يعني ما indeterminate okay فبعمل ln x over 1 over x اوكي فهي بحطها هون يعني بحطها هون على جنب minus here اذا عملت 0 times infinity شو بتصير limit as x tends to 0 0 وlimit as x tends to 0 plus ln x minus infinity كمان indeterminate so هيدي شو بتعطيني بتعطيني انه limit as x tends to 0 لمين لx 0 plus لx minus limit as x tends to 0 plus لمين هلا؟ لا x ln x اللي هي بتصير ln x over 1 over x فهيدي شو بتصير equal؟ بتصير limit as x tends to 0 plus for x هلا في هيدي خلص حطها 0 minus limit او مش limit او خليني اعملها دغري فشو بتصير هي؟ بتصير 0 minus ln x على 1 over x ln x هي 0 بتصير minus infinity واللي تحت 1 over 0 بتصير plus infinity فهون indeterminate and I use what L'Hopital هلا هي هيدي بعدين رح تصير معنا rule نحن قاعدة انه limit لx ln x هي هي بتصير infinity خلينا نشوف كيف يلا فبتعطيني هون limit as x tends to 0 plus لx minus limit as x tends to 0 plus ln x على 1 over x شو بتصير شو الديريفيتيف ل ln x يعني 1 over x okay شو الديريفيتيف ل 1 over x minus 1 over x squared okay طيب شو بتصير هيدي equal؟ بتصير equal limit as x tends to 0 plus for x minus limit as x tends to 0 plus 1 over x over minus 1 over x square يعني هيدي كلها بدي اختزلها بدي اختصرها فبتصير x square بتصير minus أول شيء x square على x يعني x إذا هيدي شو بتصير؟ 0 minus 0 equals 0 إذا آخر شيء بيطلع هيدا equals 0
اوكي طيب سجلوا عندكم هيدي النوت. هلا هون انا حليتها بس هي رول رول اوكي انه الليمت as x tends to 0 plus لا x لن x في دغري حطها equal 0 هاي رول يعني في انا من الاول حطها حطها هيك اوكي في من الاول حطها هيك فانا I will erase all this وبدي احطها هون اوكي بس انا هون شرحتها بس عشان تكونوا انتم عارفين كيف طلعت ماشي الحال يلا احنا اخذناها هي بالصف تذكر مش كعله رغم شو مالك عم بروح النت عندك وبيجي كثير بس الرول ايه ايه بس الرول يلا ما بتذكر لا ما اخذناها اخذناها از اكتيفيتي انه ليمت لاكس لن اكس وقعدنا نعمل لن اكس على 1 اوفر اكس وهون الشيء اوكي ايه بس خليني فوت ارجع على الباوربوينت لانه شفتوا علق فيها اوكي يلا yeah. So here I write 0 minus هون لن اكس راحوا لاني كتبتهم لن x هي على 0 plus minus infinity فإذا بتصير equal 0 times 1 plus infinity يعني 0 times plus infinity هون indeterminate فهون أنا بدي أشتغل بطريقة تانية بقول limit as x tends to 0 plus of x minus x لن x okay يعني equal limit as x tends to 0 plus to x minus limit as x tends to 0 plus x لن x okay طيب انا في عندي رول يلا اكتبوها للرول هلا انه limit as x tends to 0 plus x لن x equal 0 okay هيدي رول limit as x tends to 0 plus x ln x equal 0 يعني فينا دغري نستعملها اوكي بس هون بصير الانسر 0 minus 0 equal 0 limit as x tends to 0 equal 0 لهذا الفانكشن اوكي يلا مش الحال كتبتوها حسن كيفك منيح الحمد لله تمام كيف خليت الورك شيت احنا هذا الفيديو هو نفسه تبع الفيديو انا هودي كله انا شرحته لاست ويك اوكي بس ما حلينا كثير اكسرسايزز على الليمت يعني احنا وصلنا للمهم وعطلنا في فيديو ايه يعني اني هودي اللي هون بلشنا بالمهم يعني بلشنا بالليمتس وهالاشياء هاي Okay. لا ما حلينا exercise number two limit as x tends to plus infinity لن x على x plus x square minus 1 على 2x شو بتصير هون بتصير limit as x tends to plus infinity لن x على x هي infinity على infinity فانت لما تعمل لوبيتال شو بتصير خلينا نعملها يلا بتصير infinity على infinity صح شو الليمت للن اكس على الانفينيتي يا حسن انفينيتي والليمت للاكس على الانفينيتي كمان انفينيتي بلس هلا هون اكس سكوير ماينس 1 على 2x تذكرتوا كيف كنا نعمل من قبل ها تذكرتوا اكس سكوير ماينس 1 على 2x هيدي بولينوميال ما خاصه بالن اكس شو كنا نعمل ناخذ الهايست باور على الهايست باور يعني اكس سكوير على 2x اوكي هيدي الاكس سكوير على 2x هيدي كلها
شو بتصير؟ equal لحالة x square x مع x cancel فبيبقى الانسر x وع plus infinity بتصير plus infinity. هلا anyway هون في عندي انا indeterminate. اوكي indeterminate فشو بتعطيني هون؟ بتعطيني انه انا بدي اجيب limit as x tends to plus infinity لن x على x انا بدي اعمل لها لوبيتال. اوكي لوبيتال شو بصير؟ 1 over x over 1. اوكي هيك يعني plus limit as x tends to plus infinity ل x square على 2x يعني x على 2 هيك. اوكي هون اخذنا الهايست باور على الهايست باور. شو بتصير ها؟ بتصير limit as x tends to plus infinity عم تفهموهم ل 1 over x over تحت عندي هون مش x تحت 1 derivative للي فوق على derivative للي تحت ل 1 over x plus limit as x tends to plus infinity x square على 2x بيبقى x over 2. وهلا بجيب limit فشو بتصير؟ 1 على infinity 0 plus وانفينيتي على 2 انفينيتي بس شو بتصير؟ بلس انفينيتي وخلص مش الحال. اوكي يلا حدا عنده شي سؤال؟ حدا عنده question؟ طيب لا تمام. نمبر 3 limit as x tends to plus infinity ل x square minus 3 لن x. يلا خليني اخذ الـ question كله على next page. طيب الكويز راح افتحه اليوم راح يكون اغلبيته ليميتس فبكون يعني تفهموا الليميتس كثير منيح. طيب نمبر 3 limit as x tends to plus infinity ل x square minus 3 لن x شو بتصير؟ بتصير x square شو بتصير يا حسن؟ plus infinity minus 3 لن x لن x على plus infinity هي plus infinity و 3 times 3 يعني plus infinity وشو بصير الانسر؟ plus infinity minus infinity. هون شو بيبقى يا حسن الانسر؟ indeterminate. انا بعرف انه هيدا الانسر indeterminate. ليه؟ لانه plus infinity minus infinity مش هيك؟ شو؟ طيب مين بيقول لي what should I do؟ شو بعمل هلا؟ شو يا علي؟ علي حريرة؟ 3 لين اكس بتصير لين اكس كيوبد بتظبط؟ طيب لين اكس كيوب على بلس انفينيتي بتصير لين بلس انفينيتي بتضل بلس انفينيتي. طيب هات لناخذ اكس سكوير كومن شو رايك؟ اوكي شوف كمان اكتبوا لي هاودي الرولز هاودي المفروض كنا ناخذهم اوكي بس خليتهم انا نكتبهم از نوتس لانه هيك بنشوفهم دغري مطبقهم على الحقيقه. اوكي رول limit as x tends to plus infinity لن x على x okay equal zero. okay rule تانية يعني هاو تدغري فيه حطهم حتى بالامتحان الرسمي انا فيه حطهم limit as x tends to plus infinity لا لن x على x power alpha شو ما كانت الالفا او x power n شو ما كانت الان بس تكون الان positive طبعا يعني
اوكي مثلا اكس سكوير اكس كيوب اكس باور 3 كمان تطلع زيرو. اوكي كتبت الرولز كتبتهم يا حسن؟ كتبتهم؟ قلت لي انت مش في الباد بس المفروض تكتبهم يعني. وينك يا حسن؟ بالك كتبتهم او دي الرول؟ انت كتبتهم هلا؟ يلا اذا هيدي رول وهيدي رول، هودي بدنا نكتبهم يعني بدنا نحفظهم. كيف هيدي الرول؟ طالما ابصر شو عم بصير عندنا اليوم، كيف هودي هيدي الرول؟ ليمت لاكس لين اكس على زيرو بتصير زيرو، ليمت لين اكس على اكس على انفينيتي كمان بتصير زيرو. اوكي؟ لانه انت اعمل لوبيتال هون انفينيتي على انفينيتي ما بتزبط، فاعمل ديريفيتيف للي فوق على ديريفيتيف للي تحت، فشو بصير؟ 1 over x over 1 يعني 1 over x 1 على infinity 0. طيب فإذا هون in this question أنا مش بس أحفظ رول، يعني بدي أحفظ رول وبدي أعرف طبقه. أوكي فإن this question حاولنا هيك طريقة وما طلعت معنا. طيب شو بعمل أنا؟ بدي أعمل شوية هيك احتيال. أوكي so limit as x tends to plus infinity باخد x square common x square common وبعمل هيك. طيب لما انا اخذ اكس سكوير كومن شو بصير عندي يا حسن؟ لما بتاخذ انت اكس سكوير كومن شو بيبقى جوا؟ يعني كانك عم تعمل فاكتورايز بس انه الاكس سكوير اخذته لبرا، شو بيبقى جوا؟ 1 ماينس ماينس 3 لين اكس اكس ايه بترد وراي انت يعني ايه انا اوفر لا بس اكس ماينس اكس على اكس سكوير. طب ما انت بتاخذ اكس سكوير كومن اعملها مالتبلاي اكس سكوير تايمز 1 اكس سكوير ايه واكس سكوير تايمز 3 لين اكس على اكس سكوير هاي مع هاي بتروح يبقى ماينس 3 لين اكس. فانت لما تاخذها بتحطهم كلهم اوفر جوا على اكس سكوير على اكس سكوير 1 و3 لين اكس على اكس سكوير. طب ليش انا عملت هيك؟ خليني اشوف ليه. ايكوال يلا ليمت على بلس انفينيتي لاكس سكوير شو بتصير؟ بلس انفينيتي صح؟ شو؟ مظبوط 1 ماينس ليمت ل 3 لين اكس على اكس سكوير. طيب انا شفتها هون لين اكس على اكس باور ان شو بتصير الليمت على الانفينيتي؟ زيرو. اول واحد زيرو 3 لين اكس على اكس سكوير بتصير زيرو from the rule. اوكي من الرول اللي محطوطه هون. اوكي so it is equal plus infinity times 1 يعني plus infinity وهيك مش الحال. Okay, how the rules كتير مهمين. Number 4 يلا number 4 limit as x tends to 0 لln cosine x على 1 minus cosine x شو هالحكي هذا؟ خلينا نشوف شو عم بصير هون. يلا مين بده يحاول يعمل فيها؟ أول شيء خلينا let's substitute 0 cosine 0 قد ايه؟ يعني لن كوساين 0 كوساين 0 شو بتصير؟ 1 يعني لن 1 لا كوساين 0 1 over 1 minus كوساين 0 1 يعني شو بتصير ها؟ لن 1 هي 0 وتحت 1 minus 1 كمان شو؟ كمان 0 فإذا indeterminate. Can I use L'Hopital؟ في استعمل L'Hopital؟ طيب شو؟ فينا على الأكيد فينا نستعمل لوبيتال. okay so use لوبيتال تالز رول. طيب شو بتقلي لوبيتالز رول؟ بتقلي اعمل ديريفيتيف للي فوق على الديريفيتيف للي تحت. يلا شو بتعطيني هاي؟ انه هاي دي ليميت as x tends to 0 لمين؟ شو الديريفيتيف للي فوق؟ هي لن كوساين اكس يعني لن يو. شو الديريفيتيف لن يو يا حسن؟ تو يو يو برايم. شو؟ قلت لك اياها بالامتحان نسيتها. واحد بس يقولوا له شغله بالامتحان بطل ينساها بحياته.
يو برايم على يو. يو برايم على يو. طيب شو اليو برايم؟ طيب اليو هي الكوساين اكس ماشي، شو اليو برايم؟ يعني شو الدريفتيف للكوساين اكس؟ هي ماينس ساين اكس. الدريفتيف للكوساين اكس هي ماينس ساين اكس اوفر يلا 1 ماينس كوساين اكس. شو الدريفتيف لل 1 ماينس كوساين اكس؟ الدريفتيف ل 1 هي 0 والكوساين هي ماينس ساين، بماينس فبصير ساين اكس صح؟ يلا روح اعملها لهيدي سمبليفاي. شو بتصير؟ ليميت از اكس تنس تو 0 لمين؟ بنحط هيدي اوفر 1 وبنعمل البعيد بالبعيد يعني ماينس ساين اكس وتحت في كوساين اكس ساين اكس. هلا اكيد بنعمل سمبليفاي وشو بتصير؟ بتصير ليميت از اكس تنس تو 0 ل 1 ل ماينس 1 اوفر كوساين اكس. طيب كوساين 0 هي 1 وفوق في ماينس 1 فبتصير ماينس 1 and the answer is ماينس 1. عرفنا كيف بدنا نشتغل فيهم؟ يعني مانهم سهلين، انتبه، not easy. فانت بدك تكون مركز كثير عشان solve them well. اوكي؟ يلا نمبر 7، نمبر 5 قصدي. Limit as x tends to 0 ln 1 plus 2x على x square. Okay. ln 1 plus 2x على x square. طيب what should we do here? شو بنعمل؟ Okay. أول شيء as x tends to 0. بصير yeah. ln 1 plus 2 times 0 0 يعني ln 1 over 0 square يعني 0. فشو بتصير ها 0 على 0 indeterminate. شو بدي اعمل يا حسن؟ use لوبيتال. يلا use لوبيتال نشوف. يلا use لوبيتال تفضل. شو بصير في عندي فوق؟ derivative للي فوق. derivative للي فوق يلي هي u برايم على u. شو هي اليو برايم على u؟ بتصير 2 على 1 plus 2x تحت بتصير 2x. حط على 1 وبنعمل السبب بصير limit as x tends to 0 2 times 1 2 على 2x 2x for x square خلص 2x into 1 plus 2x. اه يعني صارت كلها ما عادش فيها لن. ايه فشو بتصير؟ شو قلت لي؟ بتصير limit as x tends to 0 ل 2 على 2x plus 4x square. good. طيب شو بتصير ها؟ بتصير limit as x tends to 0 ما فيها لن ها، فشو بعمل لها يا حسن؟ substitute بالزيرو. طيب ايش بتصير؟ 2 على 2 على 0 2 على 0 2 على 0 شو؟ بلس 2 على 0. هلا انا مش حاطط لي اذا 0 بلس ولا 0 ماينس من الاول، انت ملاحظ هون بس يعني اي ثينك ما خصها، مش حاطط لي لا 0 بلس ولا 0 ماينس. بلس اوكي خلينا نحطها انفينيتي. هلا على 0 بلس بتصير بلس انفينيتي وعلى 0 ماينس بتصير ماينس انفينيتي. اني واي هي بتطلع انفينيتي. اوكي هلا المفروض يحدد لي اكثر اذا بلس انفينيتي ولا ماينس انفينيتي. اوكي طيب هلا limit as x tends to plus infinity ل x ln 1 plus 1 على x. شو بصير؟ plus infinity okay times 1 ln 1 plus 1 على x. 1 على infinity 0 صح؟
then 1 يعني infinity times 0 بالضبط هذه بتصير infinity times then 1 يعني plus infinity times 0 infinity times 0 indeterminate أكيد infinity times 0 so indeterminate طيب شو بعمل هون؟ بعمل لوبيتال؟ لا ما فيك تعمل مش كل مرة بتعمل لوبيتال انتبه أبدا أوكي مش كل مرة فينا نعمل لوبيتال نحن نعمل لوبيتال بس تكون 0 على 0 أو انفينيتي على انفينيتي شو بعمل يا علي؟ شو رأيك أنت؟ معلقة عندي مش مبين الشاشة شو الحكي؟ هلا بكون من الانترنت اكيد رحت لاعمل شير سكرين بلس انفينيتي تايمز زيرو بينت عندك؟ طيب انفينيتي تايمز زيرو اند انترنت صح؟ ايه ايه طيب شو بدي اعمل؟ شو لازم اعمل؟ يس شو بتصير؟ نعمل U برايم اوف في تايمز في ماينس بلس اوف زي لا 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 ليمت هنا مش ديريفيتيف يعني ما فيك انت تعمل لوبيتال الا ما تكون 0 على 0 او انفينيتي على انفينيتي طيب اللي بنعمله هو ليمت از اكس تنس تو بلس انفينيتي حط فراكشن هيك خلي اللين 1 plus 1 over x جوا هون فوق وتحت شو بحط 1 over x طيب انا في اكتبها هيك يعني هاي شفت لهاي هاي I may write it like this يعني في اكتبها then 1 plus 1 over x over 1 over x في اكتبها هيك ولا ما في يعني هم بلد تزبط شو يا حسن شو رأيك شو يا رام تزبط ها بلا مية مية تزبط لأنه إذا عملت simplify لهذا الفراكشن حطيت هيدا على 1 بصير هيك أوكي بصير هيك ماشي فإذا خلينا نكتبها بهاي الطريقة طب ليش أنا عم بكتبها بهاي الطريقة يعني ليه why شو الريزن شو السبب السبب هو هلا رح تعرفوا ليه equal شو بتصير limit على infinity لن ل 1 plus 1 على infinity 0 لن 1 هي 0 طيب تحت 1 على انفينيتي كمان 0 انديترمينت طيب هون انديترمينت وهون انديترمينت شو اللي فرق معنا يا شباب شو اللي فرق معنا يعني شو الادد فاليو ليه انا عملتها هيك بالثاني صار فينا نستعمل لوبيتال يس فيري جود هير اي مي يوز لوبيتال سو اي يوز لوبيتال فوق ما في استعمل لوبيتال بس هير يس اوكي لوبيتال تمام طيب تعطيني انه هيدي limit as x tends to plus infinity لمين لمين لا derivative للي فوق على derivative للي تحت وهون بقى بدك تفكي شوي بالحيطان يلا derivative للي فوق شو هي لن u شو بتصير u prime على u صح وتحت كمان ديريفتيف ل 1 اوفر اكس طيب خليني اعمل ديريفتيف ل 1 اوفر اكس شو ديريفتيف ل 1 اوفر اكس ماينس 1 اوفر اكس سكوير خلصت هيدي اللي تحت خلصت طيب شو ديريفتيف لن 1 بلس 1 على اكس هي اكتبها بالازرق يلا شو ديريفتيف لها يو برايم على يو طيب شو اليو برايم derivative ل 1 هي 0 1 over x بتصير minus 1 over x square على 1 plus 1 over x اوكي ماشي الحال لهلا يا شباب طلع فيها منيح حدا عنده سؤال عليها لا واضح لا بيني مش واضحه شو بس انا مش واضح هلا اكيد واضح لا تمام طلع عندي 0 على 0 اوكي فانا عملت لوبيتال ديريفتيف للي فوق لن 1 بلس 1 على اكس لن يو يعني
فصارت يو برايم على يو. اوكي اليو برايم هو ال1 هو 0 فاذا ماينس 1 على اكس سكوير على يو، واللي تحت هو 1 اوفر اكس صار ماينس 1 اوفر اكس سكوير. طب ليك انت يعني اذا كبرت شو بقولوا المخ شوي، هاي في اعمل لها سمبليفاي مع هاي كله. اوكي عرفت علي؟ يعني هون كم فراكشن في عندي؟ في عندي كثير فراكشنز، فانا شو بعمل؟ حط هيدي كمان، يعني هيدا اوفر اوفر ذس 1 وحط هيدي كمان اوفر 1. فانا شو بصير؟ انا بصير في اعمل سمبليفاي ذس وذ ذات، اذا هيدا كله بروح مع هيدا كله. اوكي شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي ايكوال ليميت as x tends to plus infinity for what؟ لمين؟ هاي مع هاي كانسلت خلص، فإذا صارت تحت 1، فشو بتصير؟ بتصير 1 over 1 plus 1 over x. هاي دي صعب شوي. Okay. Equal. Final answer. Equal. 1 خلص. 1 على infinity 0. فإذا it's equal to 1. تانية. هلا ما بيجي بقول لكم اياها صعبه هيك، يعني هيدا اصعب شيء ممكن تتخيله بالليمت. اوكي طبعا انت على البراكتسينج اكيد رح يمشي الحال. شو يا جماعه ماشي الحال؟ ماشي الحال.